أخدوا الحلوين قلبي وعيني نايه، أخدوا الليالي اللي عشناها سوا، هجروا الحلوين وما سألوا عليه، يا مين يرجع أيام الهوى. هذا صوت الفنان زياد الرحباني بجيل 17 سنة. إذا بتلاحظ يعني نبرة الصوت تقريبا ما تغيرتش، هي كانت بمراجعة بينه وبين الفنان الراحل مروان محفوظ، ومن كواليس القعدة كان بالضبط كان زياد ومروان بالطابق القرميد بحسب كلام منصور الرحباني عمه، سمع اللحن عمه نادى عليه، نزل لتحت لعنده زياد وقال له لمين هذا اللحن، قال له لمروان محفوظ، فبتعرف بس سمعه قال له بدي اللحن ندخله في مسرحية المحطة. نعم. وهذا صار من هناك بلشوا العمل على الموضوع. طول عمري وانا عاشق صوتك يا وردة هناكي. أما عن الوفا من خلال أغاني وأعمال فنية بنسمعها دايما، يعني بنلاقي في تكريم لفنانين بالعالم العربي بعد وفاتهم. للأسف واحدة من الأغاني اللي أنا كتير بحبها بصوت الفنان صابر الرباعي بتكريمه لوردة الجزائرية. الألبوم كان من إنتاج شركة روتانا. مزبوط. وكمان بالأغنية حكى وغنى كلام حلو عن الراحلة وردة. طول عمري وأنا عاشق صوتك يا وردة هناكي.